بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الكاتب العام وقبل ما نختموا يحضر معنا نائب الكاتب العام الاخ الهوير العالمي ليقدم ديمقراطيه حقيقيه في البلاد، ماشي ديمقراطيه ديال الواجهات، ديمقراطيه اللي كيتمتعوا فيها المغاربه ويطبقوا على هذه المقاولات. هل من قانون يحمي هؤلاء العمال؟ لا احد يتكلم معنا. نأسف مجددا بان العماله تستقبل الملفات ديال القطاعات اللي تتاسس. نحن على موعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستواصل نضالها. مؤسسة أغلقت المقاولة وتساءلت الحقوق النقابية لا زالت مصادرة.